قطع قماشية تكسوها السيدة نسرين سفر، حلة جديدة أكثر جمالا وبريقا، بلمسة أنثوية فيها الحرفة والإبداع بشك النول والشك اليدوي، ضمن ورشتها المتناهية الصغر بمدينة طرطوس. دورت على فرصة عمل، لقيت بواحدة من الورش هون عند أحد مصممي الأزياء، رحت تدربت عنده وعلمني. بعدين حبيت إني أعمل مشروع صغير. بديت من حوالي سنتين، بلشت بهيدا المشروع، كنت أنا وصبيتين، بعدين بلش المشروع يتوسع ويكبر. كنت حريصة على إنه البنات الصبايا اللي بدهم يشتغلوا معي إنه كلهم خريجات معهد فنون، كونه فرص العمل لهم دائما قليلة. وهون هيدا الشغل ضمن مجالهم وفيني نمي لهم موهبتهم. في صبايا كتير بتلاقيهم موهوبين بس ما عندهم انه مكان مثلا يشتغلوا فيه بالمصلحة تبعيتهم. يعني تقوم السيدة نسرين ضمن ورشتها هذه بتدريب أكثر من 8 فتيات من خريجي المعهد النسوي لتساعدهن على اكتساب خبرة وتأمين فرصة عمل. من قلة الوظائف بالمعهد دورت على شغل، ما لقيت، اجيت لعند مدام نسرين علمتني ونميت موهبتي هون، وحابة افتح مشروع لبعدين بعد سنتين وقوي مشروعي منيح وصير اصرف على حالي واعتمد على حالي. ما في فرص عمل قليل كتير، فعندي موهبة بحب اعتمد على حالي. دورت كتير فسمعت مدام نسرين مشاريع صغيرة، جيت لهون وتدربت عندها والشغل كتير حلو، وبشجع كل بنت تعتمد على حالها وتصرف على حالها، لأنه ما في أحلى من البنت تكون لها مصروف غير مصروف أهلها. وما في، يعني الشغل كتير حلو، حلو الواحد، وحلو الواحد يضل هيك يعتمد على حاله والموهبة اللي عنده يطلع ويفرجيها، إنه ما يستسلم على شيء. حلو الواحد أي حدا يحقق حلم بده إياه، وأكيد راح نوصل. فكرة صغيرة تصبح مشروعا إنتاجيا، وطموح السيدة نسرين بتأسيس ورشة كبيرة بشكل النول اليدوي لتستوعب أكبر عدد من الفتيات الراغبات بالعمل ضمن مشروعها المتميز والوحيد في محافظة طرطوس.